حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامين. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. انا راني لاباس والحمد لله، وان شاء الله انتم كيف كيف. اليوم وصفتنا اون كيش سون بات، نديروها بدون عجينة. نخمو دوما على المرأة اللي تخدم برا البيت وداخل البيت، وانا واحدة منهم، نضلوا نجرو من لحقوش، رانا في عصر السرعة وربي يستر. المهم والاهم رايحة تكون وصفة على السريع. اذا وصفتنا اليوم راح نوجدو اون كيش سون بات، نعجنو كي يكون عندنا الوقت. كي ما يكونش عندنا الوقت، ابسط الوصفات راح نديروها او كروفيت. اللي عندكم الدجاج يعني واجد من قبل، اللهم بارك. كان عندي لي كروفيت الجمبري كان عندي الجمبري في الكونجيلاتور، درت له شويه كمون، شويه زيت زيتون، ملح وفلفل اسود. طبعا بعد ما صفيت له الماء تاعو، درت لهم هاد التوابل وزدت لهم كيما قلت لكم زيت زيتون. نخليه باش نحيلو هذاك لو غو تاع الكونجيلاتور تاع المجمد ولا تاع البراد، ونخليه على جنب. هنا عندي 150 مليلتر تاع الكريمه، لا كريم خديتها 15% ماتيير غراس، دونك 15% ماده دسمه. 150 مليلتر حطيتها في البول تاعي. هنا حطيت التوابل، عندي البقدونس، القزبره، الزنجبيل، فلفل اسود والكركم. هادو هما التوابل اللي حنتبل بهم الجمبري ولا الجمبري حنا ولفنا نقولوا لهم لي كروفيت. المهم راكو فهمتوني. هاد الوصفه كيما قلت لكم، كيما تقدروا ديروها بلي كروفيت تقدروا ديروها بالدجاج، ولكن الدجاج يكون يعني مطبوخ، لانه هذه قلنا وصفه على السريع. هاد لي كروفيت ام عندي ديجا مي كوي، ما فيهمش لاكو، يعني ساهلين للطبخ. هنا بعد ما حطيت الكريمه والتوابل نجي نحط البيض. البيض على حسب كميه الجمبري اللي حطيته، لي كروفيت ولا الدجاج. هنا نجي نضيف ملعقتين تاع طحين القمح الكامل، وكذلك ملعقة كبيرة تاع النشا، دونك 2 كويارا سوب دو فارين دو بلي اونتي اي 1 كويارا سوب دو مايزينا. نخلطو ومن بعد موراها نجيو نضيفو لي كروفيت. كاين سر باش لاكيش تجينا ماشي ناشفه، تجينا جوتوز وشاده بيان روحها. نزيدو لها زوج حبات جزر قشرتهم وبشرتهم، دونك دو كاروت غابي هكدايا، نجي نضيفهم يغير لها الطعم وكذلك اللون ولا تيكستور. جينا هشه وكيما قلت لكم ما تجيناش ناشفه. وهنا في الاخير نجو نضيفو تلت فروع تاع الثوم، بشرتهم هكذا غابي لاي غابي. في هاد الوصفه ما ديروش البصل، من الاحسن الثوم. الان نغطو عليها ونخلوها ترتاح فقط مده 15 دقيقه لا اكثر، باش يدخلوا لها التوابل، ومن بعد نحطوها في المول ومباشره الى الفرن. خيرت ان مول غون دائري هكذا، درت له الزبده والطحين، ولكن ما ديروش الزيت، من الأحسن ديروا زبدة والطحين. وطبعا تفكرت بنتي تحبها بالجبن، إذا زدت حوالي 30 غرام تاع الجبن موزاريلا، الجبن المحكوك. تحبوا تضيفوه هذا يقعد اختياري. ونجي نحطها في الصينية تاعي في المول تاعي، رايحة تاخد معنا حوالي 30 حتى 35 دقيقة على فرن هادي. انا شعلت لها من الفوق ومن الاسفل. كيما راكو تشوفوا انا حضرت دو مول، دونك دو بلاو، راح ندير وحده لينا وحده لحبيبتي. هاي لي كلاكيش تاعنا واجده، خدات لي 35 دقيقه تاع الطبخ. نخلوها تبرد شويه، نقلبوها ومن بعد نقطعوها ونجوزو للتقديم.
كانت وصفتنا اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله.